السلام عليكم ورحمة الله. نكمل محاضرة الهيموستاسيس للفسيولوجي. ايش هي الفسيولوجيكال بيسز اوف انتي بليتلت ثيرابي؟ اذا احنا نبغى نمنع البليتلت بلاج ايش نسوي؟ يعني ايش نعطي دواء؟ اول شيء ايش الايم حقنا او الهدف؟ انه احنا نزيد بريفنت انكريز سيتوبلازميك كالسيوم وذين ذا بليتلت. طيب الكالسيوم لما يزيد في السيتوبلازم حق البليتلت حيصير للجرانيول رابتشر ويطلع ال ADB والاشياء اللي تسوي اكتيفيشن لباقي البليتلتس. احنا ما نبغى نسوي اكتيفيشن لباقي البليتلتس، فاحنا نبغى نمنع زياده الكالسيوم، نبغى نمنع الانفجار او الريليز للجرانيولز اللي جوا البليتلت. الشيء الثاني اللي احنا نبغى نسويه انه انكريز الكامب وذين ذا بليتلت. ليش؟ لانه لما يزيد الكامب حيقل الكالسيوم، او يعني مثلا لما يقل الكامب حيزيد الكالسيوم. هو شويه لخبط بس يعني زي ما هنا تكلمنا انه لما يجي الثرومبوكسين A2 حيقل الكامب، ولما يقل الكامب حيزيد الكالسيوم. طيب الكالسيوم لما يزيد ايش حيصير؟ حيصير رابتشر للجرانيول وريليز اوف ADB وباقي الاشياء، فبالتالي اكتيفيشن اوف مور بليتلتس. احنا ما نبغى هذا الاكتيفيشن، فاحنا نزيد الكامب او نمنع زياده الكالسيوم. واذا زدنا الكامب يعني احنا نعتبر منعنا زياده الكالسيوم ومنعنا ريليز اوف الجرانيولز اللي جوا البليتلت، منعنا الاكتيفيشن اوف اذر بليتلتس. This is done by a blocking receptor on the platelet responsible for بليتلت اكتيفيشن از ADB ريسبتور اند ثرومبين ريسبتور. احنا مو قلنا انه من الاشياء اللي تسوي اكتيفيشن البليتلت هي ADB والثرومبين، فاحنا نروح عند الريسبتورز حقتها اللي موجوده على البليتلت سيرفيس ونسوي لها بلوكينج، فبالتالي ADB ما يقدر يرتبط بالريسبتور حقه اللي موجود على السيرفيس حق البليتلت ولا يقدر يسوي لها اكتيفيشن، والثرومبين نفس الشيء ما يقدر يرتبط على الريسبتور الموجود عنده اللي في على السيرفيس حق البليتلت، وبالتالي ما يقدر يسوي لها اكتيفيشن، فبالتالي ما حيصير في اكتيفيشن للبليتلت. inhibiting cox enzyme in the platelet فبالتالي نزود الثرومبوكسين A2. هذا الثرومبوكسين A2 كان يسوي يعني للجرانيول رابتشر عن طريق تقليل الكامب وزياده الكالسيوم. طيب عندنا inhibiting phospho diesterase in the platelet. هذا الفوسفو diesterase هو الانزيم اللي يكسر الكامب. طيب هو يكسر الكامب، احنا نبغى نزود الكامب صح؟ هدفنا عشان نمنع الاكتيفيشن او الجرانيول رابتشر انه احنا نزود الكامب، فبالتالي احنا نمنع الانزيم اللي يكسر الكامب، فبالتالي حيزيد عندنا الكامب الموجود في البليتلت، وهو حنمنع الجرانيول رابتشر عن طريق انه زياده الكامب حتمنع زياده الكالسيوم. preventing fibrinogen to bind with glycoprotein 2 beta 3 alpha. This is done by antibodies against glycoprotein 2 beta 3 alpha. مو احنا قلنا انه عشان يصير في بليتلت ادهيجن هذا الفايبرينوجين يعني حيمسك بتو بليتلتس ويلصقهم سوا. شايفين هنا الفايبرينوجين حيلصق بالتو بليتلتس عن طريق اي ريسبتور؟ عن طريق الجلايكوبروتين 2B3A. طيب فهنا احنا نمنع نكسر 2B3 جلايكوبروتين 2B3A، فبالتالي نمنع البليتلت اجريجيشن، يعني نمنع ان البليتلت تلصق في بعضها، نمنع الفايبرينوجين انه يلصقها في بعضها. انفستيجيشن فور بليتلت فانكشنز. نشوف اول شيء البليتلت كاونت اند بلاد فيلم، يعني حنشوف انه يعني النورمال من 150,000 ل 400,000، وعشان تبين اعراض الثرومبوسايتوبينيا او انه صار عنده قله في البليتلت لازم تكون البليتلت اقل من 50,000. سبيسيفيك تيستينج فور فولبل براند فاكتور، هذا يعني نقيس كميه الفولبل براند فاكتور، عشان يعني الفولبل براند فاكتور شفتوا كم مره قلنا بالبليتلت، يعني هو شيء جدا اساسي بالبليتلت فانكشن، اذا هو مو موجود البليتلت ما حتشتغل بنفس القدره. يعني بليتلت فانكشن اناليسيز، حنسوي كان ديتكت ديفكتيف بليتلت فانكشنز وذ نورمال بليتلت كاونت، يعني اذا كان في عنده البليتلت كاونت نورمال بس في احتمال انه في شيء يخلي البليتلت يعني حتى وانه عددها نورمال ما تشتغل كويس، يعني نفس البليتلت ما تشتغل كويس، ممكن يكون ابنورماليتي ان ذا بليتلت ريسبتورز فور ادهيزيف بروتينز اللي هي كولاجين والفولبل براند فاكتور، ابنورماليتيز اوف بليتلت جرانيولز، يعني الجرانيولز اللي يصير لها رابتشر وتطلع الاي دي بي وباقي الاشياء يكون فيها ابنورماليتي، ابنورماليتي اوف بليتلت سكريشن، يعني نفس البليتلت ما تسوي سكريشن بالطريقه الكافيه للجرانيولز اللي جواها، ابنورماليتيز اوف اركيدونيك اسيد ميتابوليزم، الاركيدونيك اسيد هذا هو اللي يعطينا ثرومبوكسين A2، فلما يكون في مشكله في الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم ما حتتكون لنا الثرومبوكسين A2، حيصير في مشكله بالفانكشن حقت البليتلت. ديس اوردر اوف بليتلت بروكو اجيلنت ميكانيزم وبليتلت سايتوسكيليتال ديفكت، يعني نفس الستراكشر حق البليتلت يكون. اوكي نكمل، قلنا اول شيء يصير برايمري هيموستاسيس، حيصير لوكال فازو كونستركشن وبليتلت بلاك فورميشن. هذه البليتلت بلاك ما هي كافيه عشان انا اوقف البليدنج، احتاج شيء اقوى، احتاج شيء يقويها زياده، عشان كذا اسوي بلاد كلوت
او بلاد كواجيليشن او سيكندري هيموستاسيس. يعتمد على ايش؟ على الكواجيليشن فاكتورز. البلاد كواجيليشن هو الكونفرجن اوف سوليبل بلازما بروتين فايبرينوجين انتو انسوليبل فايبرين. الفايبرينوجين اللي هو عندنا موجود في الدم بلازما بروتين عادي يتحول لفايبرين. هذا الفايبرين هو زي الخيوط، هذه الخيوط تسوي لي زي الشبكه وبعدين تسد لي المكان حق الجرح. Over 50 important substances affect blood coagulation. إذا كانت هذه المادة تحفز الكواجيليشن نسميها بروكواجيلنت، وإذا سوت inhibition للكواجيليشن نسميها anti coagulant. طب نقول الخطوات. أول شيء يصير في دمج للبلاد فيزل، بعدها حيصير في عندنا البلاتلت بلاك فورميشن، طبعا بعد الفازو كونستريكشن، وبعدين حيصير حتكون هذه غير كافية، فإحنا حنسوي كلوت. كيف نسوي الكلوت؟ إنه إحنا نحول الفايبرينوجين لفايبرين. الفايبرين خيوط تسوي لنا زي الشبكة و تسوي ترابينج للار بي سي والبليتلتس اللي كانت موجوده، وبعدين تسوي يعني كلوت. طيب الاشياء اللي تسوي الكلوت هي الكلوتينج فاكتورز، ففي يعني عندنا تقريبا من 1 الى 13 كلوتينج فاكتورز مهمين بالنسبه لنا الان. هذه هي اسماءها، طبعا مو لازم او مو مطلوبه منا هذه الاسماء، بس انه الفاكتور 7 هاز ذا شورتست هاف لايف، هذا شيء مهم جدا. الشورتست هاف لايف حقته يعني هو قصدي انه هو عنده الشورتست هاف لايف، يعني انه لما تمر 5 ساعات حتقل نسبته بالدم للنص. يعني لو كان هو نسبته 10 في الدم، خلال 5 ساعات حيصير 5. طيب يعني الوقت اللازم عشان تقل يقل يعني تقل نسبته بالدم الى نصف كميته اللي كانت موجوده. طب هذا الشيء بايش يفيدنا؟ انه في عندنا شيء اسمه فيتامين كي ديبندنت كلوتينج فاكتورز. الفيتامين كي ديبندنت كلوتينج فاكتورز هي يتم صنعها من الفيتامين كي، يعني الفيتامين كي هو يعني البريكيرسر حقهم، يعني هو يسوي لنا فاكتور 2 فاكتور 7 فاكتور 9 وفاكتور 10. مين اللي يسوي لنا اياهم؟ الفيتامين كي. وين يتسووا؟ في الليفر. هذا الشيء بايش يفيدنا؟ انه لو صار في عندنا نقص في الفيتامين كي، اول فاكتور حينقص في الدم هو الفاكتور 7. طيب لو صار عندنا مشكله في الليفر، ايش كمان اول فاكتور حينقص عندنا في الدم؟ هو فاكتور 7. كلهم حيتاثروا، بس الفاكتور 7 هو اول واحد حيتاثر، لانه الهاف لايف حقته اقل شيء يعني من بينهم كلهم. معلومة بس ان الفاكتور 2 بروثرومبين، والحين حنتكلم عن الموضوع. Blood coagulation involves the clotting factors acting in a cascade، يعني سلسلة متواصلة من الأحداث to ultimately stabilize the weak platelet plug. زي ما قلنا البلاتلت بلاج ما تكون كافية، فإحنا نسوي coagulation cascade عشان نحول الفايبرينوجين لفايبرين. أول شيء لازم نسوي إنه triggering activation of clotting factors. مهم نعرف إنه clotting factors موجودة عندنا في الدم بشكل طبيعي، طيب بس إنها تكون بالinactive form. لازم يصير في injury للblood vessel عشان يعني يصير لها activation. فأول خطوة إنه يصير في injury، بعدين يصير في activation of clotting factor. إيش هو الشيء اللي يسوي لها activation؟ الinjury، وجود جرح بالblood vessel حيسوي لها activation. conversion of prothrombin to thrombin. طيب بعدين هذا الثرومبين حيحول الفايبرينوجين لفايبرين. مين هو اللي حول الفايبرينوجين لفايبرين؟ الثرومبين. الثرومبين هذا كان مولود ثرومبين؟ لا، كان قبل ما يكون ثرومبين بروثرومبين. طيب بعدين البروثرومبين هذا تحول لثرومبين. الحين كمان حنتكلم عن هذه الاشياء بالتفصيل. Blood clotting is initiated by one of the two pathways, the extrinsic and intrinsic, which converge at the activation of factor 10 and then complete their tasks via the common pathway. يعني عندنا عشان نقدر نحول البروثرومبين الثرومبين نحتاج الفاكتور 10. طيب الفاكتور 10 لازم يصير له اكتيفيشن عشان نقدر نحول البروثرومبين لثرومبين. طيب كيف نسوي اكتيفيشن للفاكتور 10؟ في طريقتين عشان نسوي اكتيفيشن للفاكتور 10، يا اما بالاكسترنسك باثوي او بالانترنسك باثوي. بعدين لما يوصلوا للفاكتور 10 حيمشوا به الكومن باثوي، يعني يلتقوا وخلاص حيكملوا بنفس الطريق. الفاكتور 10 لما يصير له اكتيفيشن حيحول لنا البروثرومبين لثرومبين مع عده اشياء، و الثرومبين حيحول لنا الفايبرينوجين لفايبرين، واحنا كده وصلنا لهدفنا يعني. طب الاكسترنسك باثوي والانترنسك باثوي، خلينا نتكلم عنهم اكثر. ليش سمينا الاكسترنسك اكسترنسك وليش سمينا الانترنسك انترنسك؟ الاكسترنسك سميناه اكسترنسك لانه الاكتيفيشن تريجرينج ذا اكتيفيشن اوف كلوتينج فاكتورز نيد سمثينج فروم ذا اوتسايد اوف بلاد فيزل. يعني احنا مو هنا قلنا اول خطوه انه نسوي اكتيفيشن للكلوتينج فاكتورز اللي هي اصلا بدمنا ان اكتيف، صح؟ فهنا الشيء اللي يسوي لها اكتيفيشن هو شيء برا البلاد فيزل. اما الانترنسك الشيء اللي يسوي لها اكتيفيشن للكلوتينج فاكتور شيء من جوا البلاد فيزل. طب ايش هو الشيء اللي يسوي لنا اكتيفيشن للكلوتينج فاكتورز بالاكسترنسك؟ التيشيو فاكتور. هذا التيشيو فاكتور جاي من وين؟ جاي من التيشيو او الانسجه اللي تكون حوالين البلاد فيزل. شايفين هذه الاشياء الخلايا البنفسجيه؟ هذه هي التيشيو اللي حوالين البلاد فيزل. طيب هل عاده الكلوتينج فاكتورز
يعني تقدر تشوف هذه التشي فاكتور الموجود في التشي اللي حوالين البلاد فيزل؟ لا، ليش؟ لان في عندنا الفاسكولار انديثيليوم يمنعها من انها تشوفها، فالكواجيليشن فاكتور تضل ان اكتف في البلاد. طب صار انجري، صار في جرح للانديثيليوم، الانديثيليوم خلاص ما عاد موجود، وقتها نفس البلد حيصير يعني حيلتقي بالتشي فاكتور. طيب هذا التشي فاكتور ايش حيسوي؟ حيسوي لنا اكتيفيشن للكلوتينج فاكتورز الموجوده بالبلد. ليش؟ لانه هذا يعني كون انه التشي فاكتور او شيء موجود بالاوتسايد البلد فيزل صار له كونتاكت مع البلد، هذا دليل كافي للكلوتينج فاكتورز انه ايش صار؟ صار عندنا انجري، نحتاج نسكر هذا الجرح. فالتشي فاكتور 7 بعد ما يلتقي سوري الكواجيليشن فاكتور او الكلوتينج فاكتور 7 بعد ما يلتقي بالتشي فاكتور حيصير له اكتيفيشن، التشي فاكتور حيسوي له اكتيفيشن، حيتحول من فاكتور 7 لفاكتور 7 اكتيف او فاكتور 7 اي. طيب اي يعني اكتيف. هذا الفاكتور 7 اي ايش حيسوي؟ حيروح يسوي لنا اكتيفيشن اوف فاكتور 10. طيب حيسوي لنا اكتيفيشن اوف فاكتور 10 لفاكتور 10 اي، يعني 10 اكتيف. وكمان هذا الاكتيف فاكتور 7 ايش حيسوي لنا؟ حيسوي لنا اكتيفيشن كمان للفاكتور 9، يعني الفاكتور 7 اكتيف والاكتيفيت فاكتور 10 لاكتيف فاكتور 10، وحيسوي لنا اكتيفيت الفاكتور 9 لاكتيف فاكتور 9. والحين حنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. وبعدين احنا وصلنا هنا لانه سوينا اكتيفيشن للفاكتور 10. الفاكتور 10 هذا قلنا حيسوي لنا من البروثرومبين ثرومبين، والثرومبين حيسوي لنا من الفايبرينوجين فايبرين. طيب الشيء الطريق الثاني اللي هو الانترنسك، هنا حيصير في اكتيفيشن للكلوتينج فاكتورز عن طريق شيء انسايد ذا بلاد فيزل. بلاد فيزل يعني كل الجدار الخلوي حق البلاد فيزل يكون هو يعني يكون يعني من جوا كل البلاد فيزل كامل. كيف يعني؟ يعني في عندنا هذا هو البلاد فيزل، طيب هذا هو الفاسكولار انديثيليوم، تحت الفاسكولار انديثيليوم في عندنا سب انديثيليال كونكتيف تيشيو، او يعني هذا السب انديثيليال كولاجين. طيب كونكتيف تيشيو في الكولاجين، هذا الكولاجين عاده ما يتقابل مع البلد او الكلوتينج فاكتورز اللي جوا البلد فيزل، صح ولا مو صح؟ ليش؟ لان في عندنا الفاسكولار انديثيليال سليم، فبالتالي الكلوتينج فاكتورز ما تشوف السب انديثيليال كولاجين. طيب صار في عندنا انجري، وقتها حيصير في اكسبوجر للسب انديثيليال كولاجين، وحيصير لنا اكتيفيشن اوف the clotting factors. هنا الشيء اللي سوى لنا activation هو شيء جوه الجدار حق ال blood vessel. ايش هو ال coagulation factor اللي حيصير له activation؟ هو factor 12، حيصير له activation ل factor 12 A او active. بعدين هذا ال factor 12 active حيروح يسوي لنا activation لل factor 11 اللي factor 11 active، وبعدين ال factor 11 active will activate factor 9، طيب لي فاكتور 9 اكتف، وبعدين هذا الفاكتور 9 بمساعدة من الفاكتور 8 الاكتف حيسوي لنا اكتيفيشن للفاكتور 10. ايش صار هنا؟ صار في عندنا اول شيء انجري للبلاد فيزل، صار في اكسبوجر للسب انديثيليال كولاجين، السب انديثيليال كولاجين سوى لنا اكتيفيشن اوف فاكتور 12 لفاكتور 12 اكتف، الفاكتور 12 اكتف يسوي لنا اكتيفيشن للفاكتور 11 لفاكتور 11 اكتف، الفاكتور 11 اكتف يسوي لنا اكتيفيشن اوف فاكتور 9 لفاكتور 9 اكتف، الفاكتور 9 اكتف بالمساعدة الفاكتور 8 الاكتف حيسووا لنا اكتيفيشن اوف فاكتور 10 لفاكتور 10 اكتف. طب الحين احنا قلنا قبل شوي انه احنا كذا بعد ما نوصل للفاكتور 10 اكتف احنا حنمشي بالكومن باثوي. ايش هو الكومن باثوي؟ انه الفاكتور 10 اكتف والكونفيرت بروثرومبين لثرومبين، الثرومبين حيحول لنا الفايبرينوجين لفايبرين. هل لوحده الفاكتور 10 حيسوي لنا هذا الشيء؟ لا، حيسوي لنا هذا الشيء بمساعدة الممبرين فوسفوليبيد والكالسيوم. الكالسيوم هو فاكتور 4، يعني إذا رجعتوا للجدول اللي فوق حتلاقوا أنه فاكتور 4 هو نفسه الكالسيوم، شايفين هنا فاكتور 4 هو الكالسيوم، فاكتور 3 هو التشي فاكتور نفسه تكلمنا عنه، يعني لو قرأتوا هذا الجدول حتلاقوا أشياء حلوة يعني. المهم ففاكتور 10 أكتف مع الفوسفوليبيد والكالسيوم اللي هو فاكتور 4 والفاكتور 5 أكتف، كلهم حيسووا لنا شيء اسمه بروثرومبينيز كومبلكس، يعني الشيء اللي يحول البروثرومبين لثرومبين، كلهم حيجمعوا سوا ويحولوا لنا البروثرومبين لثرومبين، الثرومبين هذا حيروح يحول لنا الفايبرينوجين لفايبرين. احب اقول لكم انه او انبهكم على شيء، انه احنا لما جينا اكتشفنا الكلوت اخذنا بس الفايبرين شفناه تحت الميكروسكوب، شفنا انه هو سترانس او شبكه من الفايبرين مع ترابد ار بي سي او يعني سيلز ترابد ان ات، يعني هذا اول شيء شفناه. يعني احنا اول شيء شفناه هو الفايبرين، جالسين نمشي بالعكس، بدل ما نمشي من فاكتور 12 لا احنا جالسين نمشي من هنا. بعدين اكتشفوا العلماء انه هذا الفايبرين من وين جاي؟ جاي من الفايبرينوجين اللي هو البلازما بروتين اللي عندنا اياه. طب لانه هو له علاقه بالفايبرين اللي هي الكلوت سميناه كلوتينج فاكتور 1،
يعني هو أو يعني أول فاكتور اكتشفوه له علاقة بالكلوتينج فسموه كلوتينج فاكتور 1. طب هذا الفايبرينوجين كيف يتحول لفايبرين؟ لقوا العلماء أنه في شيء اسمه ثرومبين. طيب ثرومبين آي إن يعني بروتين، وثرومب يعني كلوت، فهو البروتين أوف كلوت. فالثرومبين هذا لقوا العلماء أنه هو اللي يحول لنا الفايبرينوجين لفايبرين. طيب هذا الثرومبين لما شاف العلماء كمان أنه جاي من مادة اسمها بروثرومبين أو المادة اللي قبل الثرومبين، يعني هو كان بروثرومبين قبل لا يصير ثرومبين، فسموا البروثرومبين فاكتور 2. ليش؟ لأنه هو الفاكتور الثاني اللي اكتشفوه اللي يساعد بالبلاد كواجيليشن. طب ايش هو الشيء اللي يحول لنا البروثرومبين لثرومبين؟ اللي هي البروثرومبينيز كومبلكس اللي هي فاكتور 10 اكتيف، والكالسيوم والفوسفوليبيد والفاكتور 5. الكالسيوم اكتشفوه وسموه فاكتور 4، ويعني هكذا اكتشفوا كل شيء الى يعني كل ما مشي فوق كل ما اكتشفوا اشياء اكثر. ويعني الكلوتينج فاكتور يعني اللي ابغاكم تفهموه انه سموها حسب ترتيبها بالاكتشاف مو حسب ترتيبها بالخطوات. يعني شوفوا هنا اول شيء فاكتور 12 فاكتور 11 فاكتور 9 بعدين فاكتور 10، يعني صح ولا مو صح؟ يعني انه الترتيب حقهم اعتمادا على متى اكتشفوا الفاكتور اكثر من اعتمادهم على الخطوات او الكاسكيد اللي تصير جوا البلد فيزل. الحين حنتكلم كل هذا كلام بالصيدات. اول شيء تشو فاكتور از نورمالي اكسبريست ان 7 اندوثيليال تيشوز، يعني الخلايا او الانسجه اللي حوالين البلد فيزل اندر نورمال فيزيولوجيكال كونديشنز نورمال فاسكولار اندوثيليوم. الفاسكولار اندوثيليوم الموجود يمنع الكونتاكت بين تشو فاكتور والبلازما بروكواجولانت. ليش؟ لانه احنا ما نبغى يصير في عندنا كلوتينج طول الوقت، نبغى الكلوتينج لما يصير في جرح. كيف نعرف انه في جرح؟ انه صار في اكسبوجر للتشو فاكتور، وبعدين بعد ما يصير اكسبوجر للتشو فاكتور حيصير في عندنا اكتيفيشن اوف فاكتور 7. هذا باي واحد الاكسترنسك باثوي. When the blood vessel is injured, vascular endothelium is injured and tissue factor is exposed. زي ما قلنا يصير tissue factor with contact with the clotting factors الموجودة في البلد. إيش هو tissue factor حيسوي binding with factor 7 وحيسوي له activation. The active factor 7 إيش حيسوي لنا؟ With in the presence of calcium ions اللي قلنا عنه هو factor 4 الكالسيوم. يعني شايفين هنا factor 7 حيتحول ل active factor 7. The active factor 7 عشان يسوي لنا الفاكتور 10 لأكتف فاكتور 10 يحتاج يكون في عنده كالسيوم ايونز. طيب ف in the presence of calcium ions it will activate factor 10 into the active factor 10 و factor 9 للأكتف فاكتور 9 which serves as the bridge between classical extrinsic and intrinsic pathways. شايفين هنا عندنا قلنا انه هنا الفاكتور 7 active will activate factor 9. طيب ليه factor 9 active؟ هنا قلنا انه الفاكتور 9 active مع الفاكتور 8 active will convert الفاكتور اكس او يعني فاكتور 10 لفاكتور 10 اكتيف. يعني اندمجوا الاكسترنسك مع الانترنسك كلهم يشتغلوا سوا اصلا بالاساس، ومع ذلك في بينهم انتراكشنز تصير. يعني نفس الفاكتور 7 اكتيف اللي هو اصلا بالاكسترنسك يقدر يروح للانترنسك ويسوي اكتيفيشن للفاكتور 10 مع الفاكتور 8 اكتيف. طيب التشيو فاكتور اكورز اون ذا سيرفيس اوف ذا تشيو فاكتور بيرنج سيل. يعني هذا الشيء يصير بالسيرفيس اوف تيشو فاكتور بيرنج سيل. مين هي التيشو فاكتور بيرنج سيل؟ هي السيلز اللي حوالين البلد فيزل. اتس انشيتد وذ وين تيشو فاكتورز بايند تو فاكتور 7 اكتيفيتنج فاكتور 7 تو اكتيف فاكتور 7. طيب زي ما قلنا نفس الكلام فورمينج تيشو فاكتور فاكتور 7 كومبلكس. طيب اول ما يرتبطوا سوا حيسووا هذه الكومبلكس اللي اسمها تيشو فاكتور فاكتور 7 كومبلكس. تيشو فاكتور از ا ترانس ميمبرين ريسبتور فور فاكتور 7 أو فاكتور 7 active. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني هنا عندنا هذا هو التشيو فاكتور التشيو اللي حوالين البلد فيزل فيها التشيو فاكتور، هذا هو البلد فيزل، في عندنا هذا الاندوثيليوم، هذا الاندوثيليوم. طيب هنا عندنا الفاكتور 7، هنا التشيو فاكتور يستنى جالس يستنى الفاكتور 7 عشان يرتبط فيه، ويعني هو يعتبر زي الريسبتور للفاكتور 7. طيب إيش يعني ترانس ممبرين ريسبتور؟ يعني إنه في ممبرين يفصل بينه وبين الفاكتور 7، عشان كذا الفاكتور 7 ما يرتبط فيه الا اذا راح هذا الممبرين اللي هو ايش نفس الاندوثيليوم. لما يروح وقتها يقدر الفاكتور 7 يرتبط بالريسبتور حقه الموجود عند التشيو اللي حوالين البلد فيزل اللي هو التشيو فاكتور. التشيو فاكتور ريسبتور للفاكتور 7. The endothelium it's expressed by cells surrounding blood vessels. زي ما قلنا the endothelium physically separates this potent activator from the circulating factor 7 and prevent activation of the clotting cascade. نفس الاندوثيليوم يمنع الاكتيفيشن لانه يسد طريق يعني ما يخلي الفاكتور 7 يشوف التشيو فاكتور اصلا. انجري اوف اندوثيليال باريرز ليد تو اكسبوجر اوف اكسترا فاسكولار تشيو فاكتور اند رابيد اكتيفيشن اوف ذا كلوتينج كاسكيد. نفس الكلام اللي قلنا.
اوكي عندنا الانترنسك باثوي the process is initiated when factor 7 comes with contact with factor 12 معليش comes with into contact with electronegative charged surface as exposed subendothelial collagen او الجلاس سيرفيس اللي موجود عندنا في اللاب. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني انه الفاكتور 12 لما يلتقي بالكولاجين، الكولاجين يحمل نيجاتيف تشارج، يعني في عنده شحنه سالبه. الشحنه السالبه هذه حتسوي اكتيفيشن للفاكتور 12. وين كنا؟ ايوه هنا. وهذه الشحنه السالبه وين كمان موجوده غير بالسب اندوثيليال كولاجين؟ موجوده كمان بالجلاس سيرفيس اللي موجوده عندنا في اللاب. يعني لما احنا ناخذ دم من المريض ونحط الدم بانبوب زجاجي، هذا البلاد حيصير له كلوتينج، صح ولا مو صح؟ يعني بالطبيعه حيصير له كلوتينج. ايش هو الشيء اللي يخليه يصير له كلوتينج؟ انه في عندنا الكترونيجاتيف تشارج، شحنه سالبه بنفس السطح الزجاجي، فبالتالي حتسوي اكتيفيشن للفاكتور 12. فاكتور 12 is activated to active factor 12 in the presence of HMW كاينينوجين والبريكاليكرين. كل هذه الاشياء تساعد على الاكتيفيشن اوف فاكتور 12 لفاكتور 12 اكتيف. يعني هنا عندنا هذا هو الفاكتور 12 بعد ما يصير اكسبوجر للسبندثيليال كولاجين، ال اتش ام دبليو والكاليكرين حيحولوه مع يعني هذا لي اكتيف فاكتور 7. يعني هذول الاثنين حيساعدوا بتحويله لاكتيف فاكتور 7. فاكتور 7 فاكتور اكتيف فاكتور 12 معلش لانه يلخبط شوي الاكس والبي. يعني المهم فاكتور 12 اكتيف والاكتيفيت فاكتور 11 لفاكتور 11 اكتيف. نفس الكلام اللي قلنا، فاكتور 11 active will activate factor 9 لفاكتور 9 active. فاكتور 9 active works in combination with activated factor 8 عشان يحولوا الفاكتور X أو فاكتور 10 لفاكتور 10 active. once factor 10 is activated by factor 9 active factor 8 active complex the cascade continue down the common pathway. خلاص احنا وصلنا لهدفنا ان نسوي activation للفاكتور 10، بعدها حنمشي بنفس الطريق. نعيد كده على السريع مع الصورة لان هي اكيد اوضح. يصير عندنا بالانترنسك exposure للسب endothelial collagen. الexposure of sub endothelial collagen اللي يحمل electronegative charge حيحول لنا الفاكتور 12 لactive factor 12 بالpresence of ال HMW والكاليكرين. طيب بعدين حيتحول عندنا لactive factor 12. active factor 12 حيحول الفاكتور 11 لactive factor 11. الactive factor 11 حيحول لنا الفاكتور 9 للactive factor 9. الactive factor 9 حيشتغل مع الفاكتور 8 active. طيب ويحول لنا الفاكتور 10 لactive factor 10. لا قبل ما يحولوا لنا اياه حيسووا كومبلكس هم الاثنين، فاكتور 9 اكتف فاكتور 8 اكتف كومبلكس. هم الاثنين حيتعاونوا عشان يسووا لنا اكتيفيشن للفاكتور 10. بعد ما يصير اكتيفيشن للفاكتور 10 حنمشي بنفس الباثوي اللي نسميها الكومن باثوي. خلاص حنمشي بنفس يعني التقى الاكسترنسك مع الانترنسك وحنكمل. هنا صح في عندنا طريقة عشان نتذكر انه هنا بالانترنسك باثوي في عندنا رقمين او يعني 2 فاكتورز بيفور 10 و 2 فاكتورز two factors after 10 و two factors before 10. الاثنين اللي بعد العشرة factor 12 و factor 11، والاثنين اللي بعد العشرة factor 9 و factor 8. طيب يعني هذه طريقة عشان نتذكر. يعني والشيء اللي حيسوي له activation هو factor 10. وين common pathway؟ اوكي هنا common pathway factor 10 active combines with factor 5 زي ما قلنا 5 active والكالسيوم والفوسفوليبيد بليتلت سيرفيس. يعني البليتلت سيرفيس الموجود، احنا مو قلنا انه احنا عندنا البليتلت بلاك بس نبغى نسويها مور سترونج فنجيب نحول نفس الفايبرينوجين لفايبرين. ايوه البليتلت تكون قريبه مره، تكون لاصقه في بعض، فبالتالي هذه الفوسفوليبيد اللي موجوده في البلازما ممبرين حقت البليتلت كمان تساعد على انها تسوي يعني البروثرومبينيز كومبلكس اللي تسوي لنا تحول لنا الثرومبين البروثرومبين لثرومبين. طيب خلينا نعيد. فاكتور 10 اكتف كومبينز وذ فاكتور 5 اكتف والكالسيوم اللي هو الفاكتور 4 والفوسفوليبيد بليتلت سيرفيس، يعني يشتغلوا على الفوسفوليبيد بليتلت سيرفيس تو كرييت البروثرومبينيز كومبلكس. نفس اللي قلناها، هذه البروثرومبينيز كومبلكس تحول لنا البروثرومبين لثرومبين. بعد ما يتحول الثرومبين او يتكون الثرومبين حيحول لنا الفايبرينوجين لفايبرين. الفايبرين هذا زي الخيوط الشبكيه اللي حتكون لنا الكلوت، وكذا نكون تقريبا وصلنا للنهايه. بعد ما يعني كل هذه الاشياء وبعد ما كوننا الفايبرين اكتشفوا العلماء انه هذا الفايبرين از نوت ستيبل. في يعني عشان يصير ستيبل لازم تصير له خطوه زياده، انه
حيصير في عندنا الفاكتور 13 حيجي ويسوي له يسوي لنا ستابلايزد كلوت، يعني حيجي الفاكتور 13 ويشتغل على الفايبرين عشان يسوي لنا ستابلايزد كلوت. طب مين هو اللي يحول الفاكتور 13 لفاكتور 13 اكتف؟ الثرومبين. طيب الثرومبين عنده مليون الف شيء يسويه، فواحده من هذه الاشياء اللي يسويها الثرومبين انه يسوي اكتيفيشن للفاكتور 13 عشان الفاكتور 13 تحول لفاكتور 13 اكتف، الفاكتور 13 اكتف يروح للفايبرين اللي ما هو مره ستيبل ويخليه ستيبل، وبالنهايه حيسوي لنا ستابلايزد كلوت. فاكتور 13 اكتف كروس لينك لينكس فايبرين، يعني يخليه زي الشبكه اكثر من اللي هو عليه، يعني فورمينج ذا ستابلايزد كلوت، يعني الفاكتور هذا يسوي كروس لينكينج. طب شوف الحين احنا حنتكلم على الرول اوف ثرومبين بالهيموستاسيس. الثرومبين هذا جبنا سيرته كثير في هذه المحاضره. واحده من الاشياء اللي قلناها انه قلنا انه هو بليتلت اكتيفيتور. اذا رجعنا لفوق فوق فوق استنى احنا كنا في سلايد 70، اوكي رجعنا فوق مره وشفنا ايش الاشياء اللي تسوي اكتيفيشن للبليتلت، كنا حنلاقي انه في الثرومبين، واحنا قلنا الثرومبين والكولاجين ار ذا موست بوتنت بليتلت اكتيفيتور، صح ولا مو صح؟ الحين نرجع لنفس السلايدات نقول ايش هي الوظائف حقت الثرومبين، انه بعد ما يتكون يرجع يسوي بليتلت اكتيفيشن، والبليتلت بلاك ترجع تتكون زياده وزياده، يعني هو يجمع بليتلت اكثر بمكان الانجري عشان يصير في كلوجر للانجري، يعني يجمع البليتلت اكثر. اكتيفيشن اوف كلوتينج فاكتورز، احنا مو قلنا انه الثرومبين يحول الفايبرينوجين اللي هو بلازما بروتين عندنا لفايبرين، متى يحوله؟ بالسايت اوف فاسكولار انجري، هذه واحده من المهام اللي يسويها، وكمان يسوي لنا اكتيفيشن للفاكتور 13 نفس ما قلنا، وكمان الثرومبين ستيميليتس اتس اون جينيريشن ان ا بوزيتيف فيدباك سايكل ان 3 ويز. نفس الثرومبين يرجع يعني يسوي بوزيتيف فيدباك عشان يتكون ثرومبين زياده، يعني الثرومبين يسوي ستيميليشن لتكوين نفسه. كيف؟ it catalyzes the activation of factor 11. يعني عندنا بالطريق هنا احنا قلنا ان الفاكتور 11 يحتاج الفاكتور 12 اكتيف عشان يصير له اكتيفيشن، مو بس الفاكتور 12 هو اللي يسوي له اكتيفيشن، كمان بعد ما يتكون هنا عندنا الثرومبين يرجع لهنا ويسوي اكتيفيشن للفاكتور 11، كمان هو كمان يسوي اكتيفيشن للفاكتور 11. طب هذا الشيء ايش يعني؟ يعني لو نقص عندنا الفاكتور 12 او نقص عندنا البري كالكرين او الاتش ام دبليو كي، هذا الشيء ما حيكون لنا مشكله جدا كبيره، لانه نفس الثرومبين يقدر يسوي لنا الاكتيفيشن حق الفاكتور 11. يعني باختصار الفاكتور 12 ايش هي مهمته اصلا؟ يعني مهمته انه يسوي اكتيفيشن للفاكتور 11. اذا صار ما عندنا فاكتور 12 عادي مو مشكله، لانه في الثرومبين كمان هو كمان يسوي لنا اكتيفيشن للفاكتور 11. فبالتالي this may explain why congenital deficiencies of factor 12 بريكالكرين اور اتش ام دبليو كي ار نوت اسوسييتد وذ اكسسيف بليدنج. يعني يكون عندهم بليدنج اكثر من المعتاد بس ما حيكون عندهم مشكله جدا كبيره بالبليدنج. It catalyzes activation of factor 8 وفاكتور 5. يعني احنا صراحة هنا ما تكلمنا عن مين اللي يسوي اكتيفيشن للفاكتور 8 ولا تكلمنا مين اللي يسوي لنا اكتيفيشن للفاكتور 5. اللي يسوي لنا اكتيفيشن لهم هو نفس الثرومبين، فالثرومبين لما يسوي لنا اكتيفيشن اوف فاكتور 8 وفاكتور 5 ويرجع هنا كمان يسوي لنا اكتيفيشن للفاكتور 11، ايش يعني؟ يعني هو جالس يعني يحفز تصنيع نفسه مرة ثانية، وكمان هو يسوي اكتيفيشن للبليتلت، ولما يسوي اكتيفيشن للبليتلت البليتلت حتحفز تصنيع الثرومبين مره ثانيه، وهو كمان يسوي المهمه الثالثه بالبروثرومبوتيك، يعني هو يحفز الثرومبس فورميشن، انه يسوي انهبيت فايبرينولايسيس يمنع تكسير الكلوت اللي تكونت. في عنده انتي ثرومبوتيك اكتيفيتي، يعني هذه الاكتيفيتي تمنع تصنيع الثرومبس. ثرومبين بروموتس ذا اكتيفيشن اوف بروتين سي والبروتين اس تو ناتشرال فيتامين كي ديبندنت انتي كواجولنت. يعني عندنا بروتين سي وبروتين اس كلهم anticoagulant dependent on vitamin K، يعني الفيتامين K هو اللي صنعهم للبروتين C والبروتين S، وهم anticoagulant يعني ضد الكلوت فورميشن. That limit the coagulation process by inactivating factor 5 active وال يعني activation of factor 5 والactivation of factor 8. لما ما كان عندنا factor 8 ولا عندنا factor 5 وقتها يعني حصل عندنا antithrombotic activity. ليه؟ test for blood clotting، يعني إذا أنا بعرف هل الcoagulation أو clotting factor هذه جالسة تشتغل كويس أو لا أسوي هذه التست. البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشيال ثرومبوبلاستين تايم. البروثرومبين تايم يقص لنا الاكسترنسك مع الكومون باثوي قد ايش ياخذ وقت، طيب، والاكتيفيتد بارشيال ثرومبوبلاستين تايم يقص لنا الانترنسك مع الكومون قد ايش ياخذ وقت. هم الاثنين سوا قد ايش ياخذوا وقت؟ الكومون يعني بعد ما يصير اكتيفيشن الفاكتور 10 وبعدين يصير الثرومبين بروثرومبين ثرومبين الثرومبين يحول لنا الفايبرينوجين لفايبرين، يقيس كل هذه الاشياء مع الانترنسك باثوي اللي قبل كل هذا. يعني شوفوا هنا البروثرومبين
time measure the efficacy of extrinsic and common pathway. Will activated partial thromboblastin time measure the efficacy of intrinsic and common pathway. البروثرومبين تايم احنا نعطي نفس يعني ناخذ الدم ونحط عليه تشيو فاكتور. التشيو فاكتور هذا حيسوي اكتيفيشن للفاكتور 7، يقوم الاكتيف فاكتور 7 يسوي اكتيفيشن للفاكتور 10، والاكتيف فاكتور 10 حيحول لنا البروثرومبين للثرومبين، الثرومبين حيحول لنا الفايبرينوجين للفايبرين. واحنا حنقيس هذه العمليه كلها كم اخذت وقت، كل الوقت اللي اخذته هذه العمليه نسميها بروثرومبين تايم. وقتها احنا حنقيس الاكسترنسك يعني قد ايش اخذ هذا الطريق مع الكومن باثوي يعني هذا الطريق كمان قد ايش اخذ معه، كلهم توتال نسميهم بروثرومبين تايم. الاكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم ميجر ذا افيكاسي اوف انترنسك اند كومن باثوي. يعني نعطي نحط على عينه الدم شيء يسوي اكتيفيشن للفاكتور 12، الفاكتور 12 حيسوي اكتيفيشن للفاكتور 11، الفاكتور 11 حيسوي اكتيفيشن للفاكتور 9، الفاكتور 9 مع الفاكتور 8 حيسوي اكتيفيشن للفاكتور 10، الفاكتور 10 حيحول لنا نفس البروثرومبين للثرومبين، والثرومبين حيحول لنا الفايبرينوجين للفايبرين. حنقيس الوقت هذا كله عبال ما تكونت لي الكلوت، ونكون كذا قسنا الاكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين بلاستين تايم. يعني احنا هنا كذا اختبرنا الانترنسك والكومن باثوي. طبعا في نسبة يعني مو نسبة عدد أو رقم طبيعي أو وقت طبيعي يصير فيه عندنا بالثرومبين والأكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم. عندنا البروثرومبين تايم about 12 seconds حيتصير الكلوت بعد 12 ثانية، أما الأكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم حيصير بعد تقريبا 25 لـ 39 ثانية. الصراحة يعني هذا الباثوي أطول فأكيد حياخذ وقت أطول. طب الحين نقول بشكل عام إذا كان عندنا prolonged بروثرومبين تايم، يعني البروثرومبين تايم اللي قسنا لنا الاكسترنسك والكومون برولونجد يعني صار اطول من 12 ثانيه، وقسنا الاكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم لقيناه نورمال، يعني هنا عندنا مشكله بايش؟ عندنا مشكله بالاكسترنسك باثوي، في عندنا مشكله بالفاكتور 7. طيب لو كان عندنا نورمال بروثرومبين تايم وبرولونجد اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم او اي بي تي تي، حيكون عندنا بروبلم بالانترنسك، يعني عندنا مشكله يا اما بفاكتور 12 فاكتور 11 فاكتور 9 فاكتور 8، وقتها حتكون اكثر من 39 ثانيه او اكثر من الطبيعي. طيب لو كانوا الاثنين برولونجد، يعني في احتمال يكون عندنا مشكله بالفاكتور 10 او الثرومبين قصدي البروثرومبين اللي هو الفاكتور 2 او الفايبرينوجين اللي هو الفاكتور 1، يعني عندنا مشكله في الكومن باثوي لانه كلهم وقتهم زايد عن الطبيعي، يعني وقت الكلوتينج صار اكثر، يعني انه في عندنا مشكله بالكومن باثوي اللي يخصهم هم الاثنين، لانه البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم كلهم يقيسوا الكومن باثوي تايم. الحين حنتكلم causes of prolonged prothrombin time and او prolonged activated partial thromboblastin time. اذا كان عندنا البي تي برولونجد يعني زايد، والاي بي تي تي اللي هو اللي قسنا الانترنسك نورمال، وقتها زي ما قلنا انهيرتد فاكتور 7 اللي هو الاكسترنسك فاكتور عنده ديفيشنسي، في ديفيشنسي بالفاكتور 7، او عندنا اكوايرد مايلد فيتامين كي ديفيشنسي. احنا قلنا ان الفيتامين كي يسوي لنا الفاكتور 7، الفاكتور 7 هو يعني البلازما هاف لايف حقته هو هي اقل شيء، فبالتالي لما يصير في عندنا مايلد فيتامين كي ديفيشنسي حيبان عندنا البي تي برولونج. ليش؟ لانه الفاكتور 7 تاثر صار اقل، لانه الفيتامين كي هو اللي يكون لنا الفاكتور 7. او في عندنا ليفر ديزيز لانه الفاكتور 7 يتكون او يعني الفيتامين كي يتحول لفاكتور 7 او كل الفاكتورز اللي مثلا فاكتور يعني المهم فاكتور 7 بالليفر، يعني هذه العمليه تصير بالليفر. لو صار في عندنا ليفر ديزيز ايش حيصير؟ حيصير عندنا نقص بالفاكتور 7. عندنا وارفارين، الوارفارين يمنع او يعني يسوي انتاجونايزنج سوري للفيتامين كي، الفيتامين كي هو اللي حيتحول للفاكتور 7 فبالتالي حيتاثر عندنا البروثرومبين تايم. طيب في عندنا احتمال انه يكون البروثرومبين تايم نورمال بس الاي بي تي تي برولونجد، يعني في عندنا مشكله بالانترنسك باثوي، يا اما يكون في انهيرتد ديفيشنسي اوف فاكتور 8 فاكتور 9 او فاكتور 11. الفاكتور 11 ليش ما قلنا فاكتور 12؟ لانه الفاكتور 12 قلنا انه في شيء بداله يقدر يسوي اكتيفيشن للفاكتور 11 اللي هو الثرومبين. في كمان عندنا الفولوبل براند ديزيز، في شيء احنا ما قلنا انه الفاكتور 8 لما يكون موجود عندنا في يسوي لنا اكتيفيشن للفاكتور 10 يكون مربوط بالفولوبل براند فاكتور. طيب هذا الفولوبل براند فاكتور مهم عشان الفاكتور 8 مره صغير مره، يعني ولو ما كان مربوط بشيء اكبر منه حيتحلل في الدم ويختفي، فاحنا عشان كذا نربطه بالفولوبل براند فاكتور عشان يحمي من انه يصير له لايسز او يعني يتكسر. فلو كان ما عندنا فولوبل براند فاكتور ايش حيكون؟ حيكون ما عندنا فاكتور 8، بالتالي
راح يصير عندنا برولونت اي بي تي تي او مشكله بالانترنسك باثوي. في عندنا هذا الحاله الانهيرتد، في حاله الاكوايرد حيكون بسبب الهيبارين اللي هو الدواء، وفي احتمال يكون عندنا هما الاثنين برولونت وقتها، يا اما يكون انهيرتد ديفيشنسي اوف بروثرومبين فايبرينوجين فاكتور 5 او فاكتور 10. هذه هي الكومون باثوي، البروثرومبين اللي هو الفاكتور 2، الفايبرينوجين اللي هو الفاكتور 1، فاكتور 5 والفاكتور 10 كلهم مشتركين بين الاثنين. في عندنا الاكوايرد سيفير ليفر ديزيز، لما يكون في سيفير ليفر ديزيز كل الفاكتورز حتنقص في الدم مره كثير. مين هي الفاكتورز اللي كانت تعتمد على انه يعني تتصنع من الفيتامين كي؟ فاكتور 2، فاكتور 7، فاكتور 10، وفاكتور مين كمان يمكن 9. المهم فلما يكون في عندنا ليفر ديزيز ما حيتكون لنا هذول الفاكتورز كلهم، فبالتالي الاثنين حيتاثروا. ليش حيتاثر البروثرومبين؟ لانه فاكتور 7 منهم، فاكتور 10 وفاكتور 2 اللي هو البروثرومبين، الفاكتور 10 والبروثرومبين هم الاثنين مشتركين بين الاثنين، والفاكتور 7 كمان حيتاثر. بالنسبه للانترنسك حيتاثر لانه في فاكتور 10، فاكتور 2 كمان اللي هو البروثرومبين، وكمان حيكون في عندنا فاكتور 9 كمان حينقص، فبالتالي الاثنين حيتاثروا مره كثير، او حيصير لهم برولونج. في عندنا anticoagulants، يعني إذا أخذ المريض anticoagulants supra-therubatic doses، يعني أخذوا أكثر من الكمية المفروض يأخذوها، of many anticoagulants as combined heparin and warfarin، إذا يعني دمجوا الهيبرين والوارفرين وأخذوها بدوز أعلى من المطلوب، حيصيروا الاثنين prolonged. disease affecting hemostasis and causing inherited bleeding tendency. كان هذا أسهل شيء بالمحاضرة. الهيموفيليا هذا أول شيء أتوقع كلنا سمعنا عنها وكلنا فهمناها. sex linked disease يعني تنتقل بالsex chromosome. السex chromosome هو اللي يصير له mutation، يا أما X يعني هو الX chromosome. transmitted from female to their sons. طيب يعني ينتقل من الفيميل اللي هي الX اللي عندها two X's للأولاد حقين الفيميل اللي عندهم الX تجي من أمهم. يعني شوفوا السكس كروموسوم عند الفيميل XX وعند الميل XY. طيب الفيميل لما يكون يعني تكون حاملة المرض مثلا، هذا هو ميوتيتد إكس كروموسوم، الخلية الأحمر هو الميوتيتد والبني هو الطبيعي. طيب عندنا الولد لما ياخذ من يعني لما يعني يصير في فرتلايزيشن للزايغوت، هياخذ الإكس من أمه والواي من أبوه، فحيصير عندنا XY اللي هو بيبي بوي يعني، فبالتالي حينتقل لهم هذا الجين او الابنورمال جين من الفيميل اللي هي الام للابن حق الفيميل هذا. هذه يعني two types of hemophilia exist، hemophilia A وhemophilia B. ايش الفرق بينهم؟ حسب اي واحد من الكلوتينج فاكتورز في عنده deficiency. بالنسبه للهيموفيليا A في عندنا congenital defect of factor 8، الفاكتور 8 وين؟ بالانترنسك باثوي. طيب عندنا الهيموفيليا B congenital defect of factor 9، فاكتور 9 وين؟ بالانترنسك باثوي. الإفكت إيش حيصير؟ ما عندنا انترنسك، حيصير في عندنا both effect intrinsic pathway of blood coagulation. هيموفيليا A وهيموفيليا B هم الاثنين يأثروا على intrinsic pathway of blood coagulation. حيكون في عندهم normal prothrombin time، الفاكتور 7 عندهم normal والcommon pathway عندهم normal، الشيء المتأثر هو الانترنسك بس. prolonged activated partial thromboblastin time يعني عندهم يعني عندهم نفس الانترنسك هو اللي تأثر. هنا بقول كمان شيء انه غالبا هذا الشيء او الهيموفيليا تصير في الميل اكثر من الفيميل. ليش؟ لانه الفيميل عندهم 2x اما الميل عندهم 1x. لما يكون في عندنا 2x's الاكس الثانيه تحمل اكس الاولى، يعني عرفتوا؟ اما الميل عندهم بس اكس واحده والثانيه واي، فالاكس اول ما تخرب خلاص ما في شيء يحميها، اما الفيميل في عندنا اكس يعني ثانيه زي تحمي الاكس اللي تاثرت او الميوتيتد اكس. طبعا يعطولي نفس هذا المريض فريش بلاد او ليمفوزويد بلازما، يعني ناخذ منها الكلوتينج فاكتورز اللي احنا نبغاها ونعطيها للمريض اللي عنده هيموفيليا. طيب في عندنا كمان مرض ثاني هايبوبروثرومبينيميا، يعني في عند هنا يعني نتكلم على الرول اوف فيتامين كي ان بلاد كواجوليشن. ايش هو السورس اوف فيتامين كي؟ كيف يعني يجينا الفيتامين كي يعني لنا احنا؟ عن طريق الجرين فيجيتابلز والسينثيسايزد باي انتستينال فلورا. فيتامين كي نيدز بايل سولت تو بي ابزوربد فروم انتستاين تو ذا ليفر. ليش؟ لأن الفيتامين كي هو ستيرويد، الستيرويد أو الليبيدز تحتاج بايل سولتس عشان يصير لها ابزوربشن، فلما يصير يعني عشان يصير لها ابزوربشن نحتاج بايل سولتس. وبعد ما يصير الابزوربشن حيروح للبلد، البلد هذا حياخذه لوين؟ حياخذه للليفر بالبورتال سيركيليشن، وبعدين لما يروح للليفر بالبورتال سيركيليشن حيكون لنا فاكتور 7، فاكتور 9، فاكتور 10 والفاكتور 2 اللي هو البروثرومبين.
functions of vitamin K required by liver for synthesis of factor 2 اللي هو البروثرومبين, factor 7 وفاكتور 9 وفاكتور 10. فاكتور 7 اول واحد حينقص عندنا لو صار في عندنا نقص في الفيتامين كي, نفس ما قلنا لانه البلازما هاف لايف اوف فاكتور 7 از 5 اورز واتس ذا شورتست هاف لايف اوف اول كلوتينج فاكتورز. بروتين سي وبروتين اس كمان حيتصنعوا من الفيتامين كي, او هم يعتمدوا على الفيتامين كي كمان بالليفر. فالفيتامين كي عنده يعني رولين, رول برو يعني ثرومبيك او يعني بروكو اجيلنت, يساعد على الكواجيليشن و كمان يمنع الكواجيليشن عن طريق البروتين سي والبروتين اس. حنتكلم عنهم بالمحاضره الجايه. كوزز اوف هايبوبروثرومبينيميا او نقص الفيتامين كي يعني اذا كان في عندنا ستيريليتي اوف انتستين, البكتيريا الفلورا او البكتيريا الموجوده في الانتستين تساعد على امتصاص الفيتامين كي. لو ما كان عندنا بكتيريا بالانتستين ما حيصير في امتصاص الفيتامين كي. طيب متى ما حيكون عندنا بكتيريا؟ لما يكون الطفل لسه دوبه مولود, يعني لسه ما صار يعني صار ما صار تلوث بالبكتيريا عنده بالانتستين, هي فلورا بس انه كان لسه ما جات للانتستين, لسه ما عاشت بالانتستين. وبرولونجد اورال انتيك اوف انتيبيوتيك, لو صار ياخذ انتيبيوتيك كثير حتتاثر النورمال فلورا. فيلير اوف فيتامين كي ابزوربشن فروم ذا سمول انتستين, ليش يصير له فيلير اوف ابزوربشن؟ اذا كان في ستون اوبستراكتنج كومن بايل داكت, كومن بايل داكت تمشي البايل سولتس, البايل سولتس هي اللي تسوي ابزوربشن للفيتامين كي. فلو ما راحت البايل البايل للانتستين ما حيصير في ابزوربشن للفيتامين كي. اذا كان عنده كرونيك دايريا فحيصير عنده مال ابزوربشن فما حيمتص كل شيء مو بس الفيتامين كي. في عندنا ليفر ديزيز, اذا صار في عندنا سيروسيس وهيباتايتس وقتها ايش حيصير؟ حيصير عندنا فيتامين كي بس ما عندنا الشيء اللي يحول الفيتامين كي للفاكتورز. طبعا بهذه الحاله كمان اول فاكتور حينقص هو الفاكتور 7 اورال انتي كواجولنت بريفنتنج ذا اكشن اوف فيتامين كي از وارفرين. يعني لو اخذ المريض وارفرين اللي يمنع الاكشن اوف فيتامين كي اكيد حيصير عنده هايبوبروثرومبينيميا, يعني مشكله بالفاكتورز المعتمده على الفيتامين كي. فون البراند ديزيز هذا ثالث مرض يعني يخص الهيموستاسيس لما يقل الفون البراند فاكتور. اول شيء هو وين يعني كيف يصير له برودكشن؟ برودوست باي فاسكولار اندوثيليال سيل اللي موجوده في الفيزل نفسها, الفاسكولار اندوثيليال زي ما قلنا هي اللي تسوي له برودكشن. حيصير له ريليز للسب اندوثيليال كولاجين, حيروح للسب اندوثيليال كولاجين ويجلس هنا عشان يستنى البليتلت ترتبط فيه, نفس اللي قلنا ريليز تو ذا بلاد وير ات بايندز وذ فاكتور 8. ليش؟ لانه فاكتور 8 مره صغير يعني حيتكسر لو ما ارتبط بشيء كبير معه. ايش هو الشيء الكبير اللي نربط فيه؟ هو الفون والبراند فاكتور. كمان formed by megakaryocyte وstored in the alpha granule of platelet. كمان لو رجعتوا فوق وشفتوا ايش هي الالفا جرانيولز الموجوده في البلاتلت حتلاقوا الفون والبراند فاكتور. هل البلاتلت هي اللي تصنع الفون والبراند فاكتور؟ لا, البلاتلت ما عندها نيوكليس عشان تصنع ولا شيء, بس ام البلاتلت لما كانت في البون مارو وكان عندها نيوكليس هي صنعته وبعدين راح للالفا جرانيول الموجوده بالبلاتلت بعد ما صار لها ديفرنشيشن. في عندنا الفانكشن اوف فول براند فاكتور استابلايز فاكتور 8 ان ذا بلازما زي ما قلنا, امبورتنت فور بلاتلت ادهيجن, هو كان موجود بالسب اندوثيليال كولاجين صح, فهنا هذه البلاتلت ترتبط او تسوي ادهيجن بالفون والبراند فاكتور. كمان امبورتنت فور بلاتلت اجريجيشن وذ فايبرينوجين, احنا مو قلنا الجلايكوبروتين 2 بيتا 3 الفا يرتبط بالفايبرينوجين من الجهتين وبالتالي ترتبط تو بلاتلت سوا عن طريق هذا الريسبتور. في احتمال بدال الفايبرينوجين نستخدم الفون والبراند فاكتور, وكمان حتلاقوا هذا الشيء مكتوب فوق, فبالتالي هذه واحده من وظائفه البلاتلت ادهيجن والبلاتلت اجريجيشن. الكوزز اوف فون والبراند ديزيز اتس ان اوتوسومال دومينانت, يعني ياثر بكروموسوم يعني ما هو السكس كروموسوم. يعني الهيموفيليا يعني احنا عندنا كم كروموسوم؟ عندنا 64 كروموسوم. طيب الهيموفيليا تشتغل على السكس كروموسوم, اما هذا لا حيشتغل على واحد الباقي من ال 46 هذه. اتس ذا كومنست هيريديتري ديزيز افكتنج بلاد كلوتينج, هذا اكثر واحد شائع من بينهم كلهم. مانيفيستيشن اوف فولبل براند ديزيز produces effect, a similar effect to platelet deficiency and hemophilia. ليش؟ لأنه هو الفون والبراند فاكتور مهم للبلاتلت, مهم للكواجوليشن, هو مهم للشيئين, فبالتالي الاثنين حيتأثروا, حيعطينا يعني clinical features قريبة من الشيئين. حيسوي لنا prolonged activated partial thromboblastin time. ليش؟ لأنه الفاكتور 8 مهم, فلما ما يكون في عندنا الفون والبراند فاكتور مربوط بالفاكتور 8 حيصير في تكسير للفاكتور 8 وبعدين حيتأثر الانترنسك باثوي. في عندنا نورمال بي تي او بروثرومبين تايم لأنه الفاكتور 7 طبيعي زي ما هو والكومن باثوي كمان طبيعي. في عندنا نورمال بليتلت كاونت, يعني ما صار في لايسز للبليتلت, البليتلت نفس ما هي بس الفانكشن حق البليتلت تأثر, يعني البليتلت ما تقدر تسوي لا ادهيجن ولا اجريجيشن زي المعتاد. فحيكون عندنا prolonged bleeding time, هذا prolonged bleeding time measures the platelet function, يعني هل البلاتلت تشتغل كويس ولا لا. بما انه ما في عندنا فول براند فاكتور هي ما حتلتصق اصلا, ما حتسوي لا ادهيجن ولا اجريجيشن, فبالتالي حيصير في عندنا prolonged bleeding.